رحيم، هترجع هشام اخوك ازاي يا رحيم؟ متقلقش يابا، هيرجع ان شاء الله. طيب ما تسأل رحاب، يمكن عارفه حاجة عنه تدلك يا ابني. رحاب اللي سابت ابوها مرمي في الشارع، هتسأل على اخوها؟ غصب عنها يا رحيم، كلنا اتكسرنا بعد سجنك. طب على الاقل كانت شافت لكم شقة تقعدوا فيها انت وهشام. عملت كده يا ابني، صدقني عملت كده، بس اللي ما يتسماش عرف، جه طردنا منها. الله يحرقك يا سيد، يطردكم من بيتكم؟ يا ريت طردنا بس يا ابني. عمل ايه تاني يابا؟ ما تحكيلي. هقول لك ايه والله يا رحيم يا ابني، هقول لك ان اخوك اترمى في الشارع واتهان واتضرب، ولما جيت احوش عنه ما راقوش سن يا رحيم. وهيكون حد فيهم مد ايده عليك يابا؟ رموني في الشارع انا كمان بالجرميه اللي عليا، بقى اخوك مرمي جنبي بينزف من كل حته في جسمي، وانا عمال بعلوي صوتي اصرخ عشان حد يساعدني، مفيش. هجيب لك حقك يابا، والله اللي اجيب لك حقك، وعد مني لا خليهم يدفعوا تمن كل دقيقة مرت عليك وانت في الشارع. تعالى حلم. رحيم، أنا بفكر من ساعتها ومش عارف اللي حصل ده حصل إزاي. فكر في اللي جاي يا حلمي. أنا ما بعتكش بالورق ده لأي حد يا رحيم. أنا ما جاش في بالي حاجة زي دي. دي واحدة. ألو، أنا مش قلت يا ريت محدش يتكلم؟ أنا اللي هتصل. مش هينفع أتكلم دلوقتي حالا، الدنيا هنا مقلوبة، مش عارف أتكلم. طيب كلمني. طب هتكلم بعدين. عايزة ايه؟ واقف يا اخويا مركون في الضلمة، بتكلم مين؟ بكلم انجلينا جولي. النبي، ما تتهدي بقى، بشوف حد من معارفنا يكون عارف طريق هشام. والبيضة هيفضل قاعد لينا هنا؟ سألتيني قبل كده وقلت لك لا، ده قبل اللي حصل امبارح. يا راجل انا وبنتك كنا هنموت. مستنيه ايه يا حلم؟ مستنيه لما تدخل علينا تلاقينا مدبوحين في الصلاة، كل ده عشان خاطر رحيم؟ عايزانا تردوا يعني؟ اتصرف يا حلم، انت يا اخويا بتروح الشغل وانا وبنتك قاعدين مع راجل غريب، ما تتصرف يا حلم، مش هتغلب يا اخويا. رحيم مش غريب، رحيم زي اخويا وانت عارفه الكلام ده، وبعدين ما تقلقيش ربنا يسهل. ايه يعني ايه ربنا يسهل؟ يعني اللي عايزه ربنا هيكون. حاضر حاضر، دي بقت عيشه تقف. كل ده يحصل وما تقوليليش؟ ماما انا بحكي لك علشان تفكري معايا مش عشان توتريني. افكر معاكي في ايه؟ انت لازم تبلغي البوليس. طبعا لا، واقول ايه للبوليس؟ طب افرضي الزفت ده اللي بيكلمني كان جد معاه حاجه ممكن تضرني. انا شغلي ما فيهوش هزار، اشاعه واحده بس ممكن تجيبني الارض. طب عماد ما يقدرش يعمل حاجه؟ ما هو ده اللي قلقني. عماد حاطط اعصابه في ثلاجه، وده اللي انا مستغرباه له. مش خايف من رحيم؟ ما اظنش. طب مش جايز رحيم هو اللي بيعمل كده؟ لما عرف انك اتخطبتي لعماد يعمل كده علشان تسيبي عماد وترجعي له؟ انا فكرت في كده، بس رحيم ما يعملش الحركات دي. امال مين بس يا بنتي؟ مين اللي عمال يكلمك ده؟ ده حتى ما طلبش منك طلب واحد. ماما انت فاكره انا ازاي اتعرفت على رحيم؟
لما رجع لنا الأرض اللي خدوها عمامك غصب عن أبوكي. بالظبط كده. يعني أنا لجأت له لما كان عندي مشكلة. طب مش يمكن هو بيعمل كده تاني علشان ألجأ له؟ يعني هو كرامته نقح عليه، مش عايز هو اللي يجي لي، عايز أنا اللي أروح له؟ يا بنتي أنتِ مجنونة، ما أنا لسه قايلة لك الكلام ده. ماما ما هي حاجة تجنن فعلاً. يعني استحالة كل ده بيحصل في نفس الوقت اللي خرج فيه رحيم. اسمعي يا دل، لو ما كانش حصل لك أي حاجة ورحيم خرج، كنت هترجعي له؟ هو كان في حد يصدق إن رحيم ممكن يخرج في يوم من الأيام؟ بقالنا كتير قوي ما تفسحناش في نادي الشرطة، هو ده التجديد يا أحمد؟ ماله نادي الشرطة؟ مكان هادي ولطيف والأولاد يلعبوا في أمان، بدل الشوارع بقى المقرفة كده والمولات. يلا أولاد انطلقوا بقى براحتكم. ها أنين، يعني بذمتك مش متفق مع أصحابك علشان يجولك وتقعدوا هنا مع بعض وتسيبني أنا أقعد لوحدي وفي الآخر تتحسب عليا خروجة؟ أحلى حاجة في الدنيا إنك فهماني، بس وحياتك أنت مفيش أي معايير. تاكلي بقى ولا تشربي؟ آكل. يا احمد انت شفت حد تعرفه؟ هرجع لك حالا. بتعمل ايه هنا؟ باكل، وحشني اكل الداخليه. لما خرجت قلت لك بلاش تعمل الشويتين دول، الدنيا اتغيرت. افهم بقى، امبارح الساعة 2 بالليل نزلوا من عندي 3 انفار. أنا عايز تحريات عنهم. نعم يا أخويا. أحمد باشا، أنا عارف إن كنتوا بتعدوا عليا النفس اللي أنا بتنفسه، فأكيد أنتوا كنتوا واطرين العيال دي وعرفتوا هما مين وقاعدين فين. وبكرة الصبح ملفاتهم هتبقى على مكتب سيادتك. أنا بقى عايز الملفات دي. أنت اتجننت ولا إيه؟ الداخلية هتشتغل حسابك أنت؟ ما تفوق. العيال دي خاطفين أخويا. يعني لو رحت عملت محضر في الاسم هيبقى واجب عليكم ان كنتوا تجيبوهولي. انا بقى عايز اوفر عليكم كل اللبش ده. يعني لو اديتني اي معلومه انا هجيبه بنفسي. احمد باشا، انت لسه قايل ان الدنيا اتغيرت، وانا مش عايز اي حاجه من الدنيا غير ان الم اهلي اللي اتفرقوا من بعدي. العيال دي خطفت اخوك ليه؟ عايزين نشتغل معاهم بالعافيه. وانت عايزني اصدقك انك انت مش عايز تشتغل معاهم؟ عايز طبعا، بس بمزاجي. شفت انا جاي معاك دغري ازاي؟ فكر ورد عليا. دي نمرتي الجديده، هستناك تكلمني بس ما تتاخرش علشان ما فيش وقت، ولو ما اتصلتش انا كده كده هعرف اوصل لك. أوصل لك علشان أقنعك إنك تساعدني. أسيبك بقى للمدام والولاد، ربنا يخليهم لك بالإذن. رحيم قاعد تحت، اعمل ايه؟ انا مصيبتي معاك كبيره، اعمل ايه؟ بقول لك ايه؟ خلص عليه وهخرجك منها. اقتله؟